السلام عليكم طلاب سنيرون. دلوقتي احنا عارفين ان المونيمر لما يحصل يجي مع المونيمر بيحصل ما بينهم بوند. يحصل ما بينهم بوند ازاي وهو مكتفي مش محتاج حاجة؟ لازم كل واحد فيهم يخسر حاجة، لازم يحصل عملية اسمها بوليمرايزيشن عشان يكون لي البوليمر. فأثناء عملية البوليمرايزيشن بيطلع مولكيولز اوف ووتر H2O، فبيطلع من مونيمر الهيدروجين والمونيمر التاني هيطلع منها هيدروكسيل جروب، فيحصل بوليمرايزيشن تكوين البوليمر. طيب دلوقتي لو حبيت افك البوليمرز ده تاني وارجعه لايه؟ لاتنين مونيمر، هعمل ايه؟ هرجع اللي انا خدته. انا خدت ايه؟ خدت ووتر، يبقى هرجع له الووتر في خلال عمليه اسمها هيدروليسيس. هدخل له الووتر تاني اهو، وايه؟ فيرجع تاني لاتنين مونيمر. طيب افرض ان حصل هيدلع وحصل ايه؟ كومبليت هيدروليسيس. طب لو حصل انكمبليت هيدروليسيس هيديني الليبيد ديريفاتيفز اللي هي الكوليسترول والاسترويدز.